سوبر ماريا يوم معي اختي الما. هاي جايز، لما حسوي تحدي تزيين الكيك عندنا سبرينكلز وعندنا كاندي وعندنا هذول السبرينكلز والايس والايسينج. جاهزين؟ آه. خلينا نشوف مين احلى كيكة، واللي راح يفوز راح يربح جائزة. هاي الجائزة للمركز الثاني وهاي للمركز الاول. يا رب انا افوز على الما. يا رب انا افوز، انا بدي اخذ جائزة المركز الاول. انا خلاص بنشوف هلا. طيب يومي يلا نبدا. يلا. واو، هاي لون الاخضر. واو بينك، اللون الازرق. يلا تعال نشوف تبعي. اوكي كيف فانيلا. اوه ابيض، حلو كثير. يومي. ابدا وين نبلش؟ اوكي انا اخذ لون الابيض عشان ابلش بالخطوط. وانا الزهري. عشان اذا لزقت هنا اشي يتلزق. تبهي الما. اوكي خلينا نشوف معي شو عم تعمل. ابعبي هنا، يعني ما عندي فكره براسي بس اخبص عادي. نسيت الماما قالت لي اياه. سوي ريمبو؟ لا ما راح اسوي ريمبو، بس في عندي فكره، لانه تحت ما راح اسوي ريمبو. اها لازم اركز. اصعب، هذا أصعب فيديو لإلي يا صراحة، كأني أنا هخسر. والله كأني راح، يعني كأني هخرب. هاي خرب، ما في شو أسوي. طايل كتير، لكن راح يخلص البينك. شو الفكرة يا مايا صارت براسك؟ لا عم بخبص، بخبص بكل الألوان. شوفي الما كيف مركزة؟ يعني هي بتحضر فيديوهات، أنا ما بحضر. شو بتحضري أنت؟ ولا شيء. بحضر روبلوكس. يا هبل. طب مين بتحضري على اليوتيوب؟ يوسف المال. شو عم تعملي؟ هربط. يلا خليني اركز هالمرة. مسك من هون وبلش. دنيا، هي اصعب اصعب اشي، يعني اصعب تحدي. ما تخيلتي هيك صعب؟ لا يعني ما اعرف كيف بسوي كيك الكبار، ما اعرف كيف بسهل عليهم بس. كده رح ارجع ابلش بالهذا. شوف الما وين صرتي يا الما؟ هون. شو عم تعملي انت؟ شو مايا شو صار معك؟ شو؟ يلا ماما ساعدين او يرجع لحكي. يلا ماما ما بصير اساعدك، هذا بصير اسمه غش. ماما غبص الدنيا، يعني رح اخربه، رح اخربه ماما، يعني رح اخربه بليز. خلصنا اول مرحلة، هلا هنحط السبرينكلز. يلا انا اخترت الرينبو وانا اختارت البينك. Thank you.
من السبرينكلز. انا كثير حبيت كيكتي. لا انا احميك. لا انا احس صرنا نشوف ما بتختار. اوكي يا ما بتختارني انا يا جماعة. اذا بتكونوا عم تساعدوني انا كاني حخسر، يعني كاني حخسر والله. انا خرب كيكتي بالسبرينكلز. رح اخذ لون هذا، هو رح ياكل هذا اللون. بعد اوكي رح افوت هذا جوا كويس. شو اسوي بهذا التيدين؟ ما مو نفسي احطهم تحت صراحه. كيف كيكتي حلوه واو. كن اخذ واحده. لا اخذين عندي. ما عندي. امشي. شكرا. ما حطيت ما تدبر اخا ما كان تدبر. تديني اصحابي الى النتيجه. يلا يا ماما مين الفائز؟ خليني اشوف. هاي تبعت الما. بس الما كثير خبصت. وهاي تبعت مايا. على فكرة انتو هدول كلهم ما استخدمتوهم. بعرف صح. شو رأيكم مين رح اختار؟ الما. بس ما حد يزعل، فائزة هي الما. الما الما وين الهدايا؟ يلا انتي بتحبسي الهدايا يا مايا. يلا خلينا نفتحهم. هيك احس بس احسن. يلا خلينا نشوف. يلا واحد اثنين ثلاثة نشوف هدية مايا المرتبة الثانية. يلا خلينا الما بدها تفتحها معي. لا انت لحالك افتحي هديتك. يلا طب يلا هي الما. مبروك يا الما هديتك. يلا افتحيها. مره بابا كان بده يسجلني فيها، وانا لما هو حسيتها حلوه ف انا كمان كثير حبيت هديتي. جايين نسوي كون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بقناتي. باي.